الحقيقه هو الهدف هو ارباك المسلمين، يعني هم ما عندهم شيء يقولونه، لكن وسيله من وسائل ارباك المسلمين. يعني القران يقول يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. الليل والنهار ليست اجسام ماديه تكور، فالليل عباره عن فتره زمنيه تعتري الارض، تعتري نصف الارض، والنهار فتره زمنيه تعتري نصف الاخر. فاذا تكور الليل وتكور النهار كان هذا اشاره ضمنيه رقيقه الى كرويه الارض. والقران الكريم في اغلب القضايا العلميه يعرضها عرضا لا يبلبل العقليه البدويه في زمن الوحي. يعني جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمشركين في قريش ان الارض كره، ما صدقه احد في امر الدين. ولذلك جاءت كل الاشارات العلميه بصياغه دقيقه لا تفزع العقليه البدويه في زمن الوحي، ومنها كرويه الارض. انما النهارده اصبحت كرويه الارض امر ثابت، يعني لا يشكك فيه الا واحد مختل عقليا. يعني حقيقه بيتكلموا الارض مسطحه، طب كيف يتبدل الليل والنهار؟ لو الارض مسطحه كيف يتبدل الليل والنهار؟ يعني الشمس قدر حجم الارض مليون مره، فاذا اشرقت الشمس والارض مسطحه لا يختفي من ضوئها مكان. يعني ايه اللي بيخلي نصف الارض ليل ونصف ثاني نهار؟ ان الارض كره والكره تدور امام الشمس، فيتبدل الليل والنهار على سطح الكره. الاصرار على ان الارض مسطحه كلام لا يقبله عاقل ابدا، والهدف منه بلبلات المسلمين، كما ينكرون النزول على سطح القمر. يعني الهدف منه بلبلات المسلمين. ولذلك اقول ليس كل ما على الانترنت صحيحا، يجب ان ياخذ الانسان حذره، ان كثير من المعلومات على الانترنت خاطئه ويضعها اعداء البشريه لتضليل الناس واثاره البلبله بينهم، يعني الاكثر والاخر.